السلام عليكم، أنا الدكتور زيد من مستشفى مسقط الخاص، أنا أخصائي أمراض باطنية. مثل ما تعرفون رمضان على الأبواب، والعديد من مرضانا هم مرضى داء سكري سواء نمط أول أو نمط ثاني. مرضى داء السكري النمط الأول لا ينصحون بالصيام خلال رمضان بسبب قابليتهم لحدوث اختلاطات وهبوط السكر أو حماض أو تجفاف في دمهم. مرضى داء السكري النمط الثاني بشكل عام يمكنهم الصيام، لكن يجب أخذ بعض الاحتياطات، يجب إجراء إماهة جيدة، يجب أخذ كمية كافية من السوائل خلال فترة الإفطار. الرجاء من المرضى استشارة الطبيب عن تعديل الأدوية سواء قبل الطعام سواء قبل الإفطار. يمكن للمرضى استشارتنا في حال رغبتهم بالصيام لتحديد مواعيد أدويتهم، هل هي وقت الإفطار أو وقت السحور، بالذات الأدوية الحديثة التي قد تسبب تجفاف لبعض المرضى. دمتم بخير وشكرا لكم، ورمضان مبارك.